أروح مع حضرتك لجهود الحكومة، ومعانا منشط خاص بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بيعقد اجتماعا مع طارق عامر محافظ البنك المركزي لاستعراض المبادرات الموجهة لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وكذلك لمناقشة ملفات العمل المشترك بحضور رامي أبو النجا نائب المحافظ وعدد من مسؤولي البنك المركزي. أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن البنك نجح في مواجهة التحديات التي شهدها الاقتصاد العالمي جراء جائحة كورونا، وفي هذا الصدد أشار محافظ البنك المركزي إلى مبادرة إتاحة التمويل اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية ودعم القطاعات والشركات الأكثر تأثراً ومبادرات دعم قطاع السياحة، والتي تضمنت مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي، ومبادرة تمويل رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بقطاع السياحة، كذلك مبادرة القطاع الخاص الصناعي والقطاع الزراعي وقطاع المقاولات بقيمة 100 مليار جنيه وبسعر عائد 8%، وده على أساس متناقص، إلى جانب مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج. يعني رؤية حضرتك لهذا المنشط، وطبعا أهمية هذا الاجتماع في هذا التوقيت مع الأداء الاقتصادي اللي احنا بنشهده وفي ظل جائحة كورونا اللي العالم كله بيمر بيها. تمام. طبعا يعني القاصي والداني يشهد للقطاع المصرفي المصري والسياسات المالية المصرية تنال إشادات من الداخل والخارج بنجاح جهودها. بجد الإدارة المالية المصرية فعلا تستحق كل التقدير والاحترام في جهودها لمواكبة الأزمات المتتالية التي تسببت نتيجة أزمة انتشار فيروس وجائحة كورونا في دعم العديد من القطاعات، وأيضا مبادراتها الدائمة لتقديم كل الدعم للفئات اللي هي كانت تعاني. وطبعا كان أهم مصدر دخل في مصر هو قطاع السياحة، ويمكن شهدت مصر قبل انتشار الجائحة أعلى موسم سياحي كان وصل إلى معدلات ما قبل عام 2010. وأيضا يعني محاولة حلحلة الوضع وتجديد يعني أصول هذه المنشآت السياحية والمؤسسات التي تقدم الخدمات للسائحين القادمين لمصر بقروض ميسرة، وأيضا دعمها في تجديد يعني ممتلكاتها ومنشآتها وأساطيلها، أيضا زي البواخر السياحية زي ما حضرتك أشرت في الخبر، بالإضافة إلى دعم أيضا كل الفئات عن طريق مبادرات من الدولة المصرية، وأيضا بتخطيط من البنك المركزي ووزارة المالية المصرية بفوائد مخفضة جدا دفعا لهذا القطاع الاقتصادي الخدمي الهام، وأيضا للترويج للسياحة المصرية ودفع هذه الشركات والمؤسسات لمزيد من التنشيط لجلب السياح. يعني بداية الانفراجات في أزمة فيروس كورونا حدثت في دول عديدة في العالم، بدأت نسبة التعافي تتزايد، وأيضا كذلك في مصر ودول عديدة بالعالم. يمكن هنشهد خلال الفترة المقبلة بداية وصول أفواج كبيرة من السائح الروسي أو السواح الروسيين إلى مصر، وطبعا كل دي إجراءات هدفها الأساسي والأول والأخير هو الدفع بهذا القطاع السياحي الهام في محاولة لمساعدة هذا القطاع للنهوض في واجباته، وأيضا العودة إلى عودة السياحة إلى سابق معدلاتها القديمة. نعم.